كلكم حكايه كيفاش تي زادت نتاع الاسبرانوس هذيك او اس تي كانت او اس كاو كانت وقتها باش نلعبوا في الكوب دافريك دي نور يلزم ثلاثه احرف الاولى نتاع الجمعيه عمتها كان كانت او اس برك كانت اما احنا ولا اللي طوال نخرج تلف هذا يا سيدي ايش نقول لكم 40 50 52 حاجه كين هكا تو تفكروا مع البحري وقتاش جاتنا بالعباس تو نحكي لكم على حكايه بن عباس جاء وقتها سي لامين قال لا تخرج لتوال قالوا كيفاش قالوا ما لا ترى الفابيتيك احنا او اس تي قالوا لا احنا اس لا قالوا لازم ثلاثه وحود اسبيرون سبورتيف دو تنس وليتوال سبورتيف دو سايل خرجت وقتها لتوال وقتها احنا جانا البخت نلعبوا مع لايسبول لي دو ماتش اللي نلعبوهم انا في التراج وشار في تونس وصلنا للدومي فينال في الدومي فينال جاتنا معناها بن عباس بن عباس هذه يعني فيها بنيامين سيناكوري كالاتايو دي جران جوار يلعبوا في ليكيب اماتور تاع فرنسا قبل 15 يوم تلعب ياك لو سبورتيف دو ماملي لا غروند ايكيب دوك لو سبورتيف دو ماملي يخسروا حمل تخسر غادي في بلعب بس اربعه بشيء 15 يوم بعد جينا في التيراج وصار نتاعو احنا بلعب بس اما في تونس جينا وقت يجاو لتونس روحوا العبيد حمل ما يشكروا في ملاعبي في هذا في بلعباسة بنيامينة عمل فينا ما فماش عمل فينا فما وقت السلاح بي الله يرحمه قال له كان يتفرج فيه هنا إلا ما نجيبه لتونس جاء هذا بنيامينة جاء وقتها الهاشمي الشريف سي حماد يعملوا كومبينيزون قالوا هو ملاعبي كرة اش نعملوا له نحطوا له نور الدين بنفرج دو تكنيسيان خلينا نشوفوا شكون يعدي اما نور الدين كان هكا وبن يمينه كان كامل الكرون ماتش عملوا نهارتها قلت انت العزيز نهارتها ونقعدوا في التاريخ زادت لازم تحطوا هذه للتاريخ وقتها يلعبوا بالفينيش برونكاسيون والفينيش يلزم الريزلتا ما كان ما عاد توا جات البينالتيات وكل شيء يلعبوا بالفينيش لا سول ايكيب في تونس يلعب بالفينيش هي الاسبرانوس 2h22 ومالوريزمون خرجنا الماتش هذيك غلطة من بنور الله يديه بونتو الاول في الاربع درجات بونتو في الماتش احنا وقتها لعبنا البرونكاسيون هبطنا الفينيش خلنا 22 مينوت في المينوت جيت كرة نودين ما تصورش في ستاد فيتن فهمت انا في الكون الايطالي نحرف الكرة ما تحبش تدخل لنا فيه نحب الكرة هذا الايطالي قدامنا ديما تدخل فيه اللي من جهتنا اللي من جهتنا اي هذاك نحبه اللي يقرب الحرف كرة جاية قول انت يا بنور اقف تضرب ضربت له في اندرافيس هكا حسحسه وكذا عمتك دخلت وقف الماتش وفاتاليتي شو البخت كيف تحب معناها الكره شكون ضرب الكره هذيك من جيب من 30 متر وفدت منها لانه فد نور الدين فرش قتله نهارتها فدوا في اللعب كره حتى نور الدين ولا هو ابن يمينه ما عادش ابن يمينه في وسط التيران دخلت خرجوا معنا وقتها ابن عمر الله يرحمه واحد حبيبي ياسر كان من الناس اللي في الخفاء في التريزوري متاع الاسبرانوس في المرشي كيفاش يلموا هذا ابن عمر قال يا كاو قلت له هاك هاو اللي تمرك قال هذه ماشي قانون هذا قلت له قانون سي محمد قال انت ديما تضحك عامل لنا ديما الشديد جدا هذيك الرياضه هو راهو اخزر بنور
أنا عندي أنا بعد إسبانوس ما هوش طيب صاحباني تقول بالنور بالنور يقف مليح وكل شيء ميلي ديفيتيست أنا نحال البقعة واحد هكتول زين شانوفي هكتول اللي ديفيتيست أما محمد ملاعب عليه برشا بعيد على بعيد على الزين الزين هكتول كوراجو كوراجو زين وتمرير ما يخافش زين نحلوا البقعة مشاو الاثنين اللي كيبنا سنة هزموا أرسنال الاثنين بعد مشى العياشي النادي الافريقي هزم الاثنين هذوكم ناس أغوال هذوكم ناس قلبهم واحد ما عادش يتعاود محرز كي يخرج نتعرض له في الميطان ولا في يوفا الماتش ايش يقول لي يقول لي سهل اليوم علاش سهل تعرفش علاش ما هوش مجروح مش عامل كيف بحرس كيف يخرج مجروح سهل اليوم يقول لي يقول لي اوتر ما سهل اليوم هذوكم ما نجمش نساهم انا ما كنت تشوفوني من وقتها فهمتني على اللي نتنقل وقلت لك جاتني سسبونسيون وكل شيء وليت نعيش معهم اكثر من نعيش في داري ما نبعدش عليهم انا عما جيت لمساني عبد الرحمن بن عز الدين احسن تسكو اسمه سمي لي ربي نصر نوار الهادي فدو فهمت لنا البرازيليان اللي يقول سمي لي يا ربي سمو محمد صالح النحالي فهمتني منجي حريقة ناجي أنا هيك وقتها كي هبطوا يلعبوا الطهر با يرحبوا الطهر قالوا يا هاش باش تجيبوا منا في الخماطة لأنهم كلهم قصار عملنا عام ما فماش ايه هذوك ما نساهمش لا ما نحبوش ما للأسف ما نحبوش اي هو ولد ترجي ولدنا 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 هذاك ولدنا واللي يحب اللي يقول لا راني وفاتاليتي شوش عمل الليسونس الاخرى في حياته صح خاص الليسونس تاع الاسبرانس بعد ما رجع من فرنسا ديوا ما ولدنا ولد حسن ولد حسن بن زكور وقت مشى لستاد تونيزيا وما عادش كلموه وكذا عم حسن باقي يقول ولدنا ما انا وقتها ما حبيتش وقتها قد مشى لستاد تونيزيا وكل شيء وزاد مشى لفرنسا نور الدين مانيش مفاهم انا غير دربيات كانت اخزر لو كان نحكي لكم حكايه الدخو جمعت الكلوب تبدا قويه والاسبرانس تبدا مهلهله الاسبرانس تغلبها جمعت الاسبرانس تبدا قويه وكل شيء الكلوب تغلبها هذا ما ان كونتراست تو ما فهمتوش تو لا كنا ندكوا على روحنا وكنا صحيبات فهمتنا لا تسمعش الكلام هذا نتاع توا ولا زغينا ولا سيبافري سيبافري اكثر من الدك نبدا ندكاو على بعضنا ومحليه فهمتني هيا الجمعه هذه تو شوف الجمعه هذه تو كذا تيا علاش مكسخين اللي باقي نضحكوا هذا سمانا محدين بي كان ديريجون في الكلوب هما خسروا احنا ما نمتجي تخل القهوة العالية في المرسى تخل الزيسبرانتيست في المرسى المرسى كانت هذيك قالوا باكي تغشخوا قالوا احنا نكشخين ما تفقسناش انتوا تفقستوا قعدت هذيك عندهم وشكون يدكك اليوم منو بالقصير كان طايع نتاع البي ما نعرفش كان طايع انتم ما حضرتوش على البي والطايع والناس اللي يضحكوه البي قصار هكا كان باب ابراهيم وسليمان
ومنهم المنوبي. المنوبي كان اسبرانتيست وهكا راجل كان وهكا تول طايع متاع البي. هو اللي تشدد هو محي الدين باي. محي الدين باي هو اللي وقتها كان في القهوه العاليه هو اللي كان سبب في المكسر. هو سمانا باقي كشخوا باقي تكشخوا. انا ما عملت فقزناش ثم خسرت. مصطفى مزي وحده ومصطفى بزاه وحده. مصطفى بزاه وحده. اي هذوما كانوا سبب في السكسيون نتاع الفولي نتاع نتاع الباسكيت والناتاسيون. جانا انترنور تشيكوسلوفاك ليله الحرب زاده اسمه فايدا عملنا سكسيون نتاع نتاع الناتاسيون. عملنا في وسط السكسيون جاء واحد عندنا فهمتني انا تو ننعدكم عليهم كنت تعرفوه نجم اختار عطيه كلي بيع الصحلو. كليبوه تو في ولده في الحانوت. عملنا سكسيون فيها ناس تعوم. سي ترزا يحب واحد بلونجور يطلع من 10 متر ويبلونجا. تلفت وقتها الشادي قالوا بشويه تو نتكونوا. قالوا انا نتلوح. كيفاش قالوا من 10 متر وحتى او فايدا هاك مع فايدا وتبدا من 2 متر و5 متر ومن بعد وانت طالع. قالوا تو قالوا كيفاش تتلوح من تو غادي. قالوا نعمل كي ترزون. وقتها عندنا ترزون انا في السينما فهمتني ولا نتفرجوا فيه. قال من تلو قال من تلوح من كي ترزون. طلعت فيه نعيط له ترزون قاسم ترزون عندهم حانوت ناجم اختار عطيه هاك اللي يبيع السحلب هذيك هكا. سيكسيون في ليسبيرونس كانت عندها 19 ديسيبلين. نعم 19 ديسيبلين كانت ناتاسيون كانت فولي باسكيت هون استنى زيدني اخرى زيد سيكليزم جو دي شيك سميلي سميلي استنى اسكريم سميني مازال مازال وقتهم عمال يزيدوا واحنا نتغشوا منين باش تجيبوا لهم فلوس منين هذه كذا. والله هذه العركه نتاع سي مصطفى بزداه مش عركه كيفاش سي عبد القادر بابو وقت السكسيون نتاع الفولي يعملوا قدور سته يعملوا ايه وسته يزيهم هذاك هو سته وكذا تيمو سته وسته اخرين يا مصطفى. كانت كان سي عبد القادر هكا على الاسبيرونس هكا ما تتصوروش معناها عائلته فهمت وسبك الحب هذاك لاولاده فهمتني. هاك تو تشوفوا سي محمود كي نغزروا سي عبد القادر قدام ما فماش سيرتو لبابو فهمتني دوخ في فكري دوخ سي عبد القادر أولاد عز الدين وسي حسن يرحمه ومحمود وعلي ما فماش مذهب لأن نقول لك بالأخص عز الدين امبلسيف وبركة ما يكونش مسؤول هذاك يتغش فيسع يرحم حسن ومحمود رزان إيه ان شاء الله نكونوا حيين ونكونوا فرحانين الناس الكل فهمتنا لا وما ننساوش معناها الناس اللي قبلنا وعطاونا المشعل فهمتنا ولا ان شاء الله نكونوا في المستوى هذاك. راه ماهيش مساله كما يقول شادي زيتن الله يرحمه يقول في الاسبرانس راني باش نكون راجل الغدوه لانه يفهم الكره باش توفى ما يشلكش باش نكونوا راجل الغدوة باش نكونوا راجل الغدوة هذا ديما ونقولوا احنا صعيب ونقولوا لا توا كيف نقعد على نخفيه ساعة ساعة نتذكر معناها كلمات نتاع جيت ندوخوا نقولوا شو الراجل اللي تنفونس معناها مقبل علينا بكذا وكذا. هاي كان دكتور حل لول مرة في نهج تو احنا نقولوا نهج منذ سليم بحذا فوتو ادم ومن بعد مشى رويدا امريكا في روي امريكا فما وقتها ليك
وقت ما فماش فيدراسيون، وقت ما زلنا تحت فرنسا ليك برك، هو يعمل فهمتني رئيس تاع ريسبيرونس ورئيس نتاع ليك. علاش السيدي كيف تجي الدوسي نتاع ريسبيرون او كهو كي تعدى ماشي البيرو، فما معناه سكرتير ادمنستراتيف اسمه فارينا يقولوا فماش حاجه نتاع ريسبيرون. استغرب يا رحمه جي الفارينا يقول له ما تقولوش، والا الكوميسيون وقتاش يعرفوه باش يجي؟ باش يجي هو مثلا السبعه الكوميسيون نهارتا يتفاهموا مع بعضهم باش يجيو السته، والدوسي الاول اللي جبتوه نتاع ريسبونس باش يلقى معناها الكوميسيون كل شيء، الدوسي اللي فيها ملاعبي على ريسبونس كل شيء. اما كيف يجي بكري ويعمل هكا ايش عندك؟ يقول له جي عندي ريزيرف نتاع ريسبونس هكذا، يجي الفريني يقول له هذا حطوا بار اتيديه شوف هذوما وهذا يلح نحي. وقت احنا لافونغارد على عبد السلام، عبد السلام من لافونغارد مشى للكلوب افريكان، عملنا قلنا جينا في الليسونس ما لقاوش الليسونس نتاعو، عملنا باش نعمل ريزيرف. جاء وقت شادينا من وقتها قالوا كي تجي ريزيرف تاع ريسبونس يفولونتيريني نحاه. تغش وقتها جماعة وكذا وبالأخص السنوين القروي وقتها سي نوتر دروا، يقول يا شادي سي نوتر دروا، يقول نوتر دروا في التيران، نوتر دروا في التيران. نبداو خاسرين في الميطان شادي شادي عملك بو لولا طول ادفرسير مركز وزبونتو احنا المركز التاسع سي بوسيبل ها داكور. مشاكا حمادي تلفت سي حمادي من غشا كان نوتر سي با سا حماد. وصرت لنا برشا مرات، صرت لنا كونت الراسين خاسرين نربحوا، وفي الميتان مبروك على المنصب زهير سي شادي واقف يقول له نلعب مع نسان نرتا نرتبع، والمنصف كور جاو دو سونتراج مع دسكيك ما ضربهاش بالراس، خاف مش خاف دوزيام ميتان زوز كور اللي جاو بالراس عطاهم بالراس، ويجري المبروك يقول له راجل انا نلعب معك ولا لا؟ المنصف زهير جو بليري جامي سا اي جنوب ليري جامي سا. فما حوايج معناها يزبك ما يتنساوش، ما يتنساوش من هنا ما يتنحاوش. عام خسرنا الكوب كونتر ستاد قولوها، وقتها خسرنا فيها ربحنا الشرلي. شكون هذا الشرلي؟ هذا ملاعبي صاحب المولدي ننا صاحب زقيقة صاحبهم ولد بيبسيقة ولد الشفار غاوة الشفار ما نعرفش كان اسمه بها ايوه. هذا كان يلعب في استاد قلوة، كان يلعب هو في استاد قلوة، أولاد بربيش الاثنين عز الدين والوردي، العربي الماجري احنا نقولوا العربي باردو. استاد قلوة كانت هزينها الخمسة العام هذاك اللي من بعد اي وعلي المدب، علي المدب والاستاذ قلوة راهو تباركوا خذا عملنا ثقات وديدات وثقات، والشارلي رجع للجدة رجع للاسبانوز. احنا عملتها قبل ربحتنا استاذ قلوة في الكوب، هو اللي كان سبب، هو اللي جاب لنا الكوب الاول كوب معنا نلعب وكذا، قعد يلعب معنا وما يتكلمش هو المولدي عام كامل. اللي نهرت فينا جاب كوب او كما نعرفش كان عرفت تشوفوها تصويرة العروسي شادي الزيتن وابراهيم بن يدر، هذيك اول كوب اللي دخلت الاسبانوس كوب تونيزي موجودة التصويرة موجودة هذيك الاولى هذيك وقت الشر اللي جانا ايوي 30 سنة على طول لا يقول لك لا على مرتين ولا شيء 30 سنة على طول. عملنا له زوز اجتماعات فهمتنا لا، وكل اجتماع يغلبنا فيه يخرج. عملنا عام مش نقول لك باش نعملوا اجتماع في قهوة في اسمه في صالة الفتح كوميتي سبورتير المرة هذه نفا باش نحطوا أما بكر جلولي وإلا سي نور الدين اسمه وإلا
سميني كان يحب الاسبرانس، كان ديريجون، كان فيس بريزيدون منو بنوري. حص حضرنا في الاسامبليه ما تصورش. اي سيتي نهرتها الاسامبليه هذيك ايه في الصدقيه رمضان، وشكون زعما عملنا متكلم متكلماني علينا، عملنا باش يتكلم علينا الزمري حسان الزمري، كان راجل ناقد معناها في التمثيل وكل شيء. قلنا هذا متكلماني تو ينجم يتفهم هو شادي زيتي، جاء كايا باش يقول كلمه. اول بوني اللي يعطيها له شادي زيتي يقول له يا سي حسن ماذا بينا نغزروا في عينين بعضنا. سي حسن الزمري وقت عمل على يعني مرايه كحل، عمل لها كايا نحى مرايه، خلي نغزروا في بعضنا. اي تفضل ولا يوكوك. تلفت المسك شو قال هذا الباندي نتاعنا وردوا يوكوك، شكون باش يكلموا تو؟ وكذا دامت وقتها حتى للسحور وقت رمضان كيما عندي تو قوت رمضان، فلتنا الترين واحنا نتاع ساعتين وربع من هنا. علاش؟ حتى نعرفوا الرجل تاع شني. قعدت وقتها فما وصلت في الفلوس نتاع لي فينونس التقرير المالي، قعدوا اكل وقت هذاك 7000 ما لقاوهمش. ساكون كورتبا كوميسير وكونت باش يصحوا معناها في البي في، شكون يمنح الحكايه؟ مستوى بس داهره يقول الكنش هذاك عندي في الحانوت، يمشي ويجيب الكنش وهما سيدي هما صبر. شوف شكون اللي ناو قد وقت مات اسمه اش باش نعمل اش باش نعمل. سي محمد بن سعيد، سي محمد اسبرانتيست ما عندنا ما نقولوا فيه ما تتصورش، سي ليكول دو زويتان ميم نجم نقول سي محمد سي ليكول دو زويتان. الفتره هذيك صارت لنا مش نقول لك نقول لك زلزال زلزال صار في اسبرانس، بدات تجري بعد وفات اسبرانس بعد زويتن بعد زويتن وفات ومور المون معناها الماتشوات تشوف الاولاد معناها وقتها فكنا اللي معناها اللي كان عامل هكا علينا فهمتني، وماناش فايقين بك بك لومبر وبك القوه نتاع الراجل هذاك. تعبنا بحق وصلنا تعبنا بالقدا، تعبنا لا في الكلاسمون تعبنا لا في كذا. حاسب شد الحمد لله سي محمد اللي تي فور فهمتني، سي ليكول دو زويتاني اللي تي فور ولقاو معاه فهمتني زاد جماعه فهمتني. لا من بعد جات بعده هو معناها ناس، شكون هو بعده وقت علي الزواوي وقت جاء علي الزواوي وقت جاء ستي من وقتها من وقتها فهمنا شنو هو التمويل نتاع الجمعيات. من وقتها لازم مش يلعب جمعيات ماشية في شيء كبير فلوسها، ما يقول يقول في الضحكة يقول لي في مكتوبك راه انا مصحح فيه، اللي ماهوش مصحح فيه انا راه ما يصلحوش. اي